الصراحه بقى فينا بزاف، وكنا كنتمنى يخرج ماشي بالعفو، كنا كنتمنى براءته، ولكن الحمد لله على كل حال كان ابتلاء من عند الله، والناس راه كلها تتعرفوا، وكنتمنوا من سيدنا حتى هو يوقف معاه، ولكن شي جمعيات وحقه عند الله، حيت الله اللي عطاه هادشي غادي يصبر، والله مالك الحمد لله عطيت الله حيت ما لقاش حقه، حيت هو اصلا تيحس براسو مظلوم، حتى حنا وخا عائلته ما مرتاحيناش، حيت هذاك العفو تتعطى اللي داير. اما الانسان ملي تيكون مظلوم لان واحد كان داير ما غايسدش على راسو، سمعتيني؟ يعني غايقول الحمد لله انا خرجت نشوف الدنيا، ولكن هو مقهور لداخل، سمعتي؟ انا طلعت دابا نسلم عليه سخفان، انسان ما تياكلش، يعني حنا فرحان سيدنا عفى عليه، ولكن مقلقين لان حنا بغينا البراء راسنا حتى حنا يترفع، حيت حنا الناس في الزنقه اش تيقولوا؟ قتل وخرج، لا ما بغيناش نسمعوه، بغينا نسمعوا بانه راجل عاش راجل ومات راجل. وهاد الحكم هذا خرجنا ونقول لك اخويا انا راه في 98 كنت نقرا في اعداديه علال بن عبد الله اللي تلاقات فيها الراس ديال الاستاذ علال القرشي. المهم شنو نقول التفاصيل الجريمه راه كما حكاوا جميع الناس، يعني شنو نقول انا امبوسيبل يكون هاد الانسان هذا هو اللي دار هذيك القضيه. علاش حنا كبرنا معاه؟ انسان خالق سبور، يعني هو تيدافع على الظلم، يعني كيفاش بنادم تيدافع على الظلم غير هو ظالم؟ يعني راه شي حاجه اللي ما يعني ما يعني السيد تظلم، يعني تظلم وان شاء الله شنو نقول لك الحقيقه غتبان، حيت ربي كبير وشنو نقول لك انسان ما يستاهلش. هذه هي الصراحه، انا راه وضحوه مشخو، انا راه كبرت معاه. ما تنطلبوا باعاده التحقيق في هذا الموضوع ديال منتزوط، حيت الباري راه تثبت البراءه ديالو، مادام الانسان ما دار لا بيدو لا بالعود راه خاص اعاده، هو ما كيطلب لا تعويض لا تحجي، كيطلب اعاده التحقيق. حنا العائله ديالو كاملين كنساندوه باعاده التحقيق، يعطيوه البراءه ديالو، حنا ما بغيناش العفو، بغينا البراءه ديال هذا السيد، هو بريء، هو اصلا بريء، حنا بغينا البراءه ديال هذا السيد، هو كيطالب بالبراءه ديالو والاعاده في التحقيق. هذا هو المطلوب، ما كنطلبوا حتى شي حاجه لا تعويض لا حتى حاجه، كنطلبوا اعاده التحقيق وكنلحوا في اعاده التحقيق. هذا هو المطلوب ديالنا. السلام عليكم، تنشكروا القناه ديال هيسبريس اللي جاوا ضامنوا مع خويا بنطازوط. خويا بنطازوط كما تعرف كل شيء القنيطره، مدينه القنيطره، واللي تعرف بنطازوط تعرفوا مظلوم في هذه الجريمه اللي لفقوا ليه، وحنا مع خويا بنطازوط وكل شيء مع بنطازوط، وغنوصلوا لاعلى بلاصه باش يوقفوا مع خويا بنطازوط ويتعاد التحقيق في هذه القضيه. لان اللي بغيت نفهمكم ان خويا بنطازوط فاش كنت نعرفه انا في الصغر ديالي كان عايش واحد تيقول فيه كلمه خايبه، ما تينعش ما تيبقاش كاع ياكل، ما كيفاش عايش قبل انهم لفقوا له تهمه ديال جريمه قتل والسيد محيد له الراس ديالو، راه ما يتقبلهاش اخوتي، وما يخرجش من السجن من غير لو وقفنا معاه وبالصوت ديالنا نقدروا نوقفوا معاه وناخذوا له الحق ديالو ان شاء الله. وخويا بنطازوط راه واحد الانسان اللي تيعرفوا كل شيء، رياضي وكان تيتمنى يعطي للمغرب بزاف، يهز الرايه ديال المغرب وما خلاوش، وحطموا له الاحلام ديالو وحطموا له الامنيات ديالو. وحنا مع خويا بنطازوط كما العاده، وغنوقفوا مع خويا بنطازوط بقلبنا باي حاجه فينا. انا يعني كنوجه له شنو يعني، انا معاه في النضال وحنا كنا معاه في النضال ان شاء الله، وكنا بقى فينا الحال وكنا ضرنا الحال، لان 22 سنه راه ماشي سهله، وانسان كانت عنده افاق وكان عنده اوبجيكتيف وكانت عنده خصو يدير عائله، وكان يعني ما يحش بها الواحد اللي فكر 22 سنه نهار بنهار وسنه بسنه وشهر بشهر عاد يعرفها ويعرف شنو القيمه ديالها، راه ماشي سهله 22 سنه تمشي له من العمر ديالو ظلما وعدوانا. وهذا الشيء وهي ماشي شي حاجه كيطلب بها صعيبه، يعني اعاده التحقيق. وهنا يعني كمواطنين وعندنا ثقه في ملكنا العظيم، ثقه فيه بزاف وعلى الانجازات اللي دار وعلى الانجازات اللي دار، وكنتمنوا انه يكون هذا هو هدف من الاهداف ديالو، هو ينصف هاد المظلوم، ينصفو باعاده التحقيق وبقدم الناس اللي كانوا سبب العداله، يتقدموا هما ببلاصتو هو. وهذا الشيء اللي كيطالب، وما كيطالبش بشي تعويض مادي، هو كيطالب غير ترجع له الحق ديالو. السلام عليكم، احنا جينا نشوفوا الاخ سي محمد بنطازوط، السيد اللي كنعرفوه سيد الله عمرها دار، وحنا كنشهدوا شهاده لله
انت كما كتشوفوا الحاله ديالنا، حنا جايين من تماره وكنضربوا تماره، وبقى فينا هذا السيد وسمعنا على الخروج ديالو، وكنعرفوا هذا السيد هذا حق المعرفه في واحد الوقت ديال 97 كان راجل رياضي وكان يبغي الخير ولاد الحومه هنايا، وكان اي مشكل كنا كنشوفوا عليه. هذا الشيء اللي كنعرفوا شهاده لله، هذا السيد هذا راه مربي ولد الناس، والله يشوف من حاله والله يبين له الحق ديالو عند الله سبحانه وتعالى. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.